السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنعمل ايه الغريبة؟ عندي هنا كوباية سكر مطحون. شوفوا الكوباية يعني مش مليانة قوي، الكوباية المعيارية. هحط عليها كوباية ونص سمنة تكون ساقعة، يعني مخرجاها من التلاجة بقالها يعني ايه حاجة بسيطة كده عشان اعرف اخلطها بالسكر. هستخدم سمنة روابي، سمنة عادي. لو انتوا عايزين تحطوا سمنة طبعا بلدي او نص بلدي ونص عادية، ده طبعا السمنة البلدي بتدي الغريبة، ده اساس يعني بتبقى جميلة، بس انا ما عنديش دلوقتي بلدي، مش هعمل وخلاص يعني عادي. هنا دي كوباية، وبعدين احط نص كمان. هخلطهم بقى مع بعض مع المضرب السلكي العادي. انا يعني عندي مضرب كهرباء اهوت، بس اعمل كده بالمضرب دوت عشان اللي ما عندوش مضرب كهرباء يعمل عادي. هضربهم بقى مع بعض. بصي هضرب كده بس عشان ماسكه الموبايل بايديا. الثلاث مكونات الاساسيه سكر بودره وسمنه والدقيق، بس دول الغريبه. حابين تحطوا معلقه بياض بيض زي ما انا هحط، ماشي، معلقه واحده بس. شايفين خليط كريمي وجميل ازاي؟ تبقى معلقه بياض بيض، ده اللي هو اللي انا هحطه على وش الغريبه. هحط بقى سنه فانيليا. مجهزة 3 كوبايات دقيق، وهشوف هعوز تاني ولا لا، او هاخدهم كلهم ولا لا. احط معلقة نشا، احط دقيق بقى واحدة واحدة واقلب، ممكن بسباتيولا بقى، ولو عايزين تحطوا معلقة لبن بودرة بدل النشا ده بيبقى حلو برضو. انا بقلب كده بايدي عشان احس بايه بالعجينة. خدت حتة من العجينة صغيرة وحطيت عليها حبة كاكاو صغيرين خالص، نص معلقة صغيرة، لان ده كاكاو خام. اول ما العجينه كده تسيب من الطبق هعملها بقى كره، هغسل ايدي بقى واعملها كره كده واشوفها ايه لو شققت. بس هي ما شاء الله ناعمه، هي لو شققت يعني نشوفها الاول. شوف انا كورت واحده اهي. طيب عملتها كده ولا شققت ولا اي حاجه، يبقى العجينه مظبوطه. طب لو شققت يبقى ندعكها كده شويه، بس ما ندعكش قوي عشان العجينه ما يبقاش فيها، لان يعني طبعا هي ما فيهاش سوائل خالص الا بس معلقه بيض البيض. طيب نشوف كاكاو اهيت برضو، وهنشوف الوقت. انا هحط دلوقتي تجربه كده في الفرن واشوف ايه الدنيا فيها ايه. بص بقى دي التجربه، ما تسيبوهاش تاخد لون، ماشي، ولما تبرد بقى تطلعها من الصينيه. دي اللي انا بقى جهزتها، ادخلها الفرن ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.